اوكي هاي حبايبي، كيف كنت اخباركم؟ ثلاث تكون تمام. بس اول شيء انا شوي محتاره بالضوء، كيف بدي اخليه، يا اما هيك ابيض يا اما اصفر يا اما يعني اصفر كثير غامق، ما بعرف. خلص هيك بظن ابيض احسن شيء، لان اليوم الفيديو لازم تشوفوني، يعني مو لازم استنت يس لا لاني حسيت بكل فيديو ما عم تطلع كثير الاضاءه علي منيحه. بقى هلا الضوء كل فيديو حسب التصوير بخلي الضوء كثير يكون حلو. يوم الفيديو هو اني لازم بدي اسوي فلاتر الانستغرام، حسوي فلتر او فلترين من الانستغرام. بس الشيء الحلو اني انا الانستغرام اغلب الفلاتر تبعه بيكون فيها نماش، وانا عندي نماش، يعني ما بعرف حيكون شوي صعب شو بدي اسوي غير اني احط بودره. رح احاول، حتى لو فشل حنزل هذا الفيديو، تسلوا ضحكوا معي تفرجوا علي لكم يا سلوى. يوم هلا خلينا نبلش. انا حاطه هون كل شيء، عندي لقيتوني كل شوي عم بنزل بس لاني عم باخذ الاشياء ما بعرف وين بدي احطهم صراحه. اوكي اول شيء حابلش فيه، هلا ما راح احط انا كونسيلر لانه حساوي فلتر، حساوي فلتر يوم يس. خلينا اول شيء بدي احط انا فورا بودره، ابدا بهالاشياء فورا فورا. بدي احط كمان ظل بس يس بس يس دي اللي ضح صح لا اوكي مشكلة كمان ما رح يبين عليكم يا حيبين حيبين لا تخاف. اخر شيء بفرجيكم اياها بعمق. هو طبعا كل شيء على الكام ما ببين على الكاميرا. هلا بدي حط ظل. انا الشيء اللي عم ساويه كثير بسيط، هيك الفلاتر اللي بحسها كلها بسيطه ونماش عندي ليكو. استنى رح اختار لون ذهبي. شايفينه؟ اخر شيء البودره حددها غامقه البلاش. هلا بتعرفوا اني ما بعرف اذا مفروض اول يا خليني احط هلا هايلايتر وانا ساكت. هذا مفروض يبين عليكم. بتقولوا لي اني انا بحب ميك اب، هيك اغلب الفلاتر بيكون فيها لمعه. هلا اوكي انا ما راح اسوي فلاتر نفسهم بالضبط، بس انا عم بحكي كيف فلاتر الانستغرام كثير حلوين وكثير هيك بيكونوا انه فيهم نماش، عم بلاش هايلايتر اللمعه هيك اشياء، في منهم فيهم ايلاينر فيهم ماسكارا رموش، بس انا ما فيني احط هالاشياء غمقت، هيك في منهم بيكونوا كثير غامقين على الانف. انا حساوي موديل او موديلين، بس المهم اني حابه كثير نزل فيديو لاني هالكم يوم كثير صايره اللي عم نزل. شوف اللمعه انا اللي في اللمعه بتعرفوا اني ما جبت حمله بس جبت خلطه. هلا انا ببالي كان في فكره واللي هن هيك بحطوه، طلعوا باين عليكم على فكره الظل والهايلايتر، بس البودره حاجه غمقانة. اخي انا عم بخبص شوي صح؟ والله انها باينه خلص. يلا انا كنت عم فكر اني بدي اذا بدي احط ايلاينر بدي احطه اوكي بدي احطه بالطريقه هيك مثل فلتر كثير كيوت، ما بعرف ما بعرف كيف اذكر يعني. اوكي استنى بس هذا على فكره يعتبر فلتر انا بالنسبه لي، استنى نشوف هيكو فلتر. هيك في فلاتر كثير كيوت بس ناقص لنا شيء واحد، رح احط هذا اللون
يلا اول فلتر هيك كتير هادي كتير بسيط كتير كيوت. اصلا بعرف هذا الفيديو تقريبا نص فاشل، مو نص فاشل نص يعني اي دون نو، بس يعني خلينا نكمله ما عليه. حلو ليكو ظل هايلايتر، طبعا لازم هو اشياء تانية بس اعتبروني حاطتهم هايلايتر الحمرة البلاش. يا هلا في فلتر تقريبا نفسه، هو على فكرة لازم احط ماسكارا بس انا الماسكارا شوي ما عاد بدي احطها لانه رموشي. اوكي هيك نفسه بس بنحط الايلاينر. لا طريقة غريبة مو بعرف، حجرب غليتوني غبت ثواني ثانيتين عادي يعني بس بدي اسوي ممكن لا ممكن اوكي حبايبي. طبعا كل شيء عم بيفشل معي انا بس هذا الفيديو حنزله. من كم يوم حاولت اسوي هذا الفيديو وفشل وكثير زعلت، بقى حساوي وراجعت لكم. حبايبي انا فاشله 100% بس يمكن هي العين زبطت اكثر من هي، انتوا فهمتوا علي شو بدي؟ بدي يكون مثل هيك وحط نقطه. يلا اسمع او ماي جاد انا شوهت مع انه فلات الانستغرام بت عشان. اوكي حبايبي بس انتم فهموا علي ليكو حتى شو سويت بحالي. انا بدي هذا اول فلتر، على فكره كان شيء ثاني هذا الفلتر الثاني. اوكي اول فلتر كان ميك اب عادي فيه نماش فيه كل شيء، اما هذا بس بدي زود هدول الاثنين وبدي احط الله يعيني انا هلا كيف حيروح. بليز افهموا علي انا كيف بدي اسويها عن جد هيك نفس هاي بالضبط بس يا ريت تكون اكبر يعني. يا الفيديو يمكن صار كثير طويل على فكره، ما بعرف قد على فكره على قد ما التشت ورحت وقفت الفيديو عشان اسوي. انا فشلت بالفيديو ما عاد بدي. اوكي يا اوكي حبايبي اعتبروا انه هاي نفسها هاي. اوكي بليز بليز عن جد ما انا فلات الانستغرام كثير بتجنن وانا حاولت اسوي نفس الشيء. هلا الفلتر الاول كان كثير حلو، هلا هو نفسه تقريبا الفلتر الاول بس زودت له كم شغله، حطيت انا كم شغله بس ما صورت لكم ما باين شيء. انا كان بس بدي اياه يكون الاي لاينر. هذا الفيديو يمكن كثير تافه او شوي تافه ما بعرف بس صراحه انا حبيته هيك تسليت ما بعرف. ممكن هذا اتفه فيديو على قناتي ليكو كيف صار منظري، بس مو اتفه احلى فيديو على قناتي بس انا شوهت حالي لاني ما عرفت اسوي شيء. كثير يوتيوبر شفت هذا التحدي منه طلع عليهم بجننوا اللي عارف يسوي لان انا هلا زعلت. كان بيسوي اكثر من فلتر كمان بس على فكره الفلتر الاول عن جد عن جد كان حلو بس الفلتر الثاني انا شايفه هيك فلتر بس ما زبط معي عن جد سامحوني مع انه فلاتر الانستغرام كثير انا اوكي بس على فكره كان عن جد في نماش في هايلايتر في ظل في بلاش في حمره لماعه هون 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 يعني انا حسيته عن جد في هيك فلتر بس طبعا ما حدا حيقدر ينقل فلتر نفسه هو بالانستغرام على يعني يعمله على وجهه فانا حاولت وفشلت يمكن فشلت بالتحدي اللي انا عم بتحدى حالي. بس حطوا لايك وان شاء الله تكونوا تسليتوا واستمتعتوا معي بالفيديو. بس حبيت اسوي هذا الفيديو البسيط الحلو عشان اول شيء انه يكون في فيديو على اليوتيوب وثاني شيء فيديو حلو من نوعه. حسوي لكم كثير تحديات وفيديوهات ان شاء الله كل يومين كل ثلاث ايام ما بعرف قد ايه. هلا خليني اروح امحي هذا المنظر انا سويته بحالي بس عن جد رح احاول شيء مدري اسوي جزء ثاني بس حجيب فلاتر خطيره. حسوي جزء ثاني يعني الفيديو الجاي يا اما اللي بعد الفيديو الجاي حيكون فلاتر الانستغرام بس حسوي ثلاث فلاتر كون متعلمه عليهم كثير يكونوا بيجننوا. اوكي باي حطوا لايك سبسكرايب ويلا باي.